بنفيكا حاجه يبتدي كلودي حسام طب خلي حسام يجي بقى صراحه. فريدة نور كلارا كارن ميار عمر عبد الرحمن كلاودي. ولان اسامي ثلاث اكلات بتتاكل في الشتاء. في الشتاء؟ أوه. عدس سوب حمص جام عدس فول بامية. للشتاء عدس محشي حمام مش عارف. الرحمن قول لنا اسامي ثلاث محلات كشري. ابو طارق هند الشيخ. ثلاث مشاريب بتشرب في الشتاء. هوت شوكليت صوبيا 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 صح صوبيا صح شوربة. على فكره عدت 5 سكند. حلبة مش عارفه اسمه ايه ده سحلب. كلنا ثلاث جمل بتقولهم لما عايز تقول لي سواق تاكسي على جنب. على جنب هنا لو سمحت عايز انزل هنا. ماشي. قول لنا اسامي الثلاث براندات جزم. اديداس نايكي اند بوما. مش جزم قوي بس يعني شغال. ماشي. ثلاث جمل باباكي بيقولها لما يتعصب. ان شاء الله. بعدين انا مش عايز اتكلم في حاجه دلوقتي. دوسي. قول لنا اسامي ثلاث اغاني فيهم كلمه حبيبي. عمرو دياب حبيبي حبيبي و اكيد مش عارف. طب ما قالوا لنا ثلاث حاجات بتقوليها لما تتاخر عن البيت. الدنيا كانت زحمه السويس كان واقف عمرو هو الاخر. هي كانت المفروض هتقول ثلاث مرات اصلا عمرو الاخر. قول لنا الثلاث شتايم بيقول على الصغار. يا حمار يا جاموسه متخلف. ثلاث كلمات بتنادي بيهم على الكلام. بلي بلابيلو بلبل. ثلاث حاجات بتعمليها يوم قبل ما تنامي. بغسل سناني بصلي بحط كريم على وشي. ثلاث جمل بابا بيقولهم لما يتعصب. انت يا حيوان انت يا بخل انت يا طوط. بس كده عادي بسيطه جدا يا جماعه. قول لنا ثلاث اكلات ما بتحبهاش. السمك السمك السمك. ممكن. قول لنا ثلاث حاجات بتعملها في الحمام. باخد شاور بغسل سناني بسرح شعري. ها قول لنا ثلاث حاجات ماما بتقول لما تتعصب. يخرب بيتك الله ياخدكوا حرام عليكم. قول لنا اسامي ثلاث رقصات. ليندا صافي على كوشنر. مش كنت سألنا انا السؤال ده. لنا ثلاث اسامي ممثلين اسمهم محمد عادل امام محمد رمزي محمد هنيدي. مين محمد رمزي بقى؟ راح صح معلش جيت في دماغي. اسامي ثلاث اغاني فيهم كلمه حبيبه. ما انا هقول اسم الاغنيه ولا هي هقول ايه؟ اسم الاغنيه خلاص انت باي. قول لنا اسامي ثلاث اكلات ما بتحبهاش. كوسه بتنجان محشي. هما الثلاثين مع بعض. هو عارف ازاي بتحبيش ايه. قول لي ثلاث انواع ميك اب للبنات. ماشي يا ماك سيفورا ميبيلين. صح. امال انا كنت في امريكا بقول لك سيفورا وبقول لك حاجات كتير. لا انت ليه بتضحك؟ قول لنا اسامي ثلاث اكلات في مصاص. باستا لحمه المفرومه اللي هي بتتعمل في الباستا عصير. الحمد لله عصير. اي عصير مش في عصير عصير فيه صلصه فاهم. قول لنا اسامي ثلاث ممثلين فوق ال 40. فوق ال 40 نيلي كريم ليلى علوي. قول لنا اسامي ثلاث افلام لعادل امام. مرجان احمد مرجان لا هي بكم. قول لي يا اسامي ثلاث لعيبه في المنتخب. عمرو ورده محمد صلاح مع اسمه ايه اسمه ايه ابو تريكه. ابو تريكه عمرو ورده. عمرو ورده. قول لي ثلاث حاجات بتقولها لما تطلع في الخروج. تعبان عندي تصوير هنام. ان انت هتقول كده. تصوير عندي تصوير معلش. ثانك يو. شكرا. ميرسي. ميرسي. حظ سعيد المرة القادمة. تفضل.